مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم. من جديد، الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه شيء مهم جدا جدا في اكلنا. كلنا بنحب ناكل لحوم وبناكل فراخ. طيب اللحوم والفراخ دي مين اكلها؟ ازاي تم علفها بشكل سليم؟ في اعلاف كتير في بعض الاحيان بتكون مخشوشه. طيب المربي ازاي ينتقي المكان اللي بيجيب منه الاعلاف؟ وفي دور كبير جدا للمركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف، وفي دور ايضا للدوله في عمليه الرقابه. اننا كمان في بعض الاوقات بنلاقي اعلاف مستورده. طب المستورد والمحلي ايه المميزات، ايه العيوب؟ الاسعار كمان بتكون في ارتفاع في بعض الاوقات. هنا اذا برضو بنقول تاني وتالت ان دور رقابه الدوله دور مهم جدا جدا. مش بس كده، دور المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف في التحاليل وفي الاستكشافات اللي دايما لازم يقوم بيها وفي التوعيه كمان. بس مش ده دور المركز، دورنا كلنا اننا نوعي المربي ازاي يختار العلف المناسب الجيد اللي مش مخشوش، لانه في النهايه هيعود علينا، لان احنا اللي بناكل سواء كانت اللحوم او الفراخ اللي لا قدر الله ممكن تكون متغذيه على علف مخشوش. تفاصيل كتير قوي قوي هنتكلم فيها، وهنركز النهارده على دور المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف مع دكتور جيهان المغازي مدير المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف. اهلا بك يا دكتور، منورانا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. عشان ناخد فكره اكبر عن المركز وعن الموضوع بشكل عام، هناخد مشاهدينا ونروح نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مره تانية. أسس المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عام 1980 تحت اسم المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بالتعاون مع الحكومة الدنماركية، وذلك تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أصبح جزءا من مركز البحوث الزراعية فيما بعد. يعتبر المركز مسؤولا بصفة رسمية عن مراقبة الجودة والرقابة لكل من العلف المصنع وخامات الأعلاف المستوردة أو المصنعة محليا، كما أنه يساهم في تفعيل الخطط البحثية لتطوير الأعلاف بجانب تطوير الغذاء لكل من الإنسان والحيوان، حيث يشترك المركز في وضع استراتيجيات قومية لتحسين الوضع التغذوي للإنسان ودراسة الأنماط والاحتياجات الغذائية للشعب المصري. تم تطوير أنشطة المركز خلال 20 سنة الأخيرة، بحيث يصبح هو الجهة الرسمية للرقابة على الأعلاف وخاماتها، بالإضافة إلى إجراء التحاليل التي يقوم بها والكشف عن السموم وإجراء الاختبارات والفحوص. وقد تزايد عدد العينات التي يقوم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليلها من 35,000 عينة سنة 1994 إلى 86,000 عينة عام 2012. وقد حصل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف على شهادة الاعتماد الدولي من الوكالة الأمريكية لاعتماد المعامل عام 2002، وقد تم تجديد هذه الشهادة في فبراير 2012 للمرة الخامسة. حضراتكم من جديد، اهلا بيكي دكتور مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، يمكن احنا شفنا في التقرير معلومات اكتر عن يعني المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف، ولكن انا عايز اعرف من حضرتك دوره في التحاليل الكيميائيه والبيولوجيه بشكل اكبر. هو حضرتك زي ما اتقال في التقرير، المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف هو يعني جهه بيقوم باكثر من دور. دور اولا دور رقابي الهام طبعا على الاعلاف وخاماتها واضافاتها، و يعني في طبعا في سواء كانت المستورده او المحليه المنتجه محليا او حتى المصدره، لينا دور برضو بحثي
بما ان احنا جزء من مركز بحوث الزراعيه، فاحنا لينا دور بحثي لاجراء جميع الابحاث الخاصه بجوده وسلامه الاغذيه والاعلاف. والدور الثالث الهام لينا هو الدور التدريبي في نشر الوعي، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في المقدمه بتاعت حضرتك، الوعي برضو ونشر الوعي ونشر نتائج الابحاث جزء مهم جدا احنا مؤمنين بيه، وبنعمل دايما ان احنا نوفره لكل العاملين في مجال الاعلاف. المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بيتكون من معامل كتيرة متخصصة، أكثر من 20 معمل متخصص. زي برضو ما التقرير قال، المعامل في منها معامل تختص بتقدير جودة الأعلاف، ومعامل تختص بتقدير سلامة الأعلاف. جودة الأعلاف يعني التركيب الكيميائية للعلف، هل العلف أو المادة المضافة للعلف دي تحمل الصفات الكيميائية والتغذوية اللازمة يعني الحصول على علف جيد يؤدي الى ارتفاع بالثروه الحيوانيه والانتاج بتاع الثروه الحيوانيه اللي احنا منتظرينه. الجزء الثاني من المعامل بيشوف مدى سلامه هذه الاعلاف، هل الاعلاف اللي بيقدمها الحيوان سليمه من ناحيه المخاطر، في مخاطر كيميائيه، مخاطر بيولوجيه، مخاطر فيزيائيه. فانواع المعامل عندنا متخصصه، معامل تختص بجوده الاعلاف، معامل تختص بسلامه الاعلاف. الحقيقه كل هذه المعامل تم انشائها وتم دعمها فنيا من خلال التعاون مع دولة الدنمارك، من خلال برامج التمويل الخاصة بالدنمارك. التمويل مش شرط يكون مادي، تمويل حتى خبرات وتمويل تدريبي. كل رؤساء المعامل سافروا الدنمارك وتدربوا على هذه التحاليل المتخصصة، وفعلا قدرنا ان احنا ننقل تقريبا كوبي من هذه المعامل الكبيرة جدا المتعرفة معروفة في الدنمارك الى مصر. هنا عملنا معامل الأحماض الأمينية، معمل تحليل الأحماض الأمينية، معمل تحليل الفيتامينات، معمل تحليل الإنزيمات، معمل تحليل البروتين والألياف والرماد والرطوبة، معمل تحليل المتخصصة للطاقة تحت تقدير الطاقة. كل ده بيختص بجودة العلف عشان أعرف العلف ده سليم ولا لا، هيدور الحيوان والإنسان اللي هيتناول هذا الحيوان أو هيتعامل معاه وهيدور البيئة. في عندنا المعامل المتخصصة زي معمل السموم الفطرية، معمل الميكروبيولوجي، معمل العناصر الثقيلة، في معمل طبعا أهم هو الألوان وإضافات اللي بتضاف على الأعلاف. ده غير الحقيقة المعامل المختصة بعمل الدراسات البحثية، زي معامل تربية. عندنا مبنى كامل للتجارب، بنعمل فيه التجارب على الفيران وعلى الفراخ وعلى السمول أنيمال أو يعني زي الخرفان والماعز. وبنعمل لو احتاجنا في يعني محطات بحثية لو احنا احتاجنا نعمل تجارب على اللارج أنيمال أو الأبقار والجاموس. طب بعد يا دكتور بعد كلامك لما تعملوا تجارب وابحاث علميه كثيره، والحقيقه انا عارفه ان مصر فيها علماء ما شاء الله عليهم، يعني التجارب دي بتطبق ولا بتستنوا بعض التمويل او بتستنوا بعض الخطوات الثانيه اللي لازم تتعمل عشان الخطوات او التجارب دي تطبق على ارض الواقع؟ الحقيقه احنا نعتبر ونفتخر يعني ان احنا عملنا كذا مثال حي لتطبيق هذه النتائج بتاعه الابحاث اللي احنا اجريناها بواسطه يعني الدارسين في الماجستير والدكتوراه، وتم اختيار بعض الموضوعات اللي بتهم المربيين وبتهم سلامه وصحه الحيوان والانسان بالتالي. وعملنا اول تركيبه علفيه تحتوي على المصادر النباتيه فقط لا غير، من غير ما بنحط اي اضافات جايه من مصدر حيواني زي مسحيق السمك ومسحيق الدم ومسحيق اللحم والعظم. قدرنا نعمل تركيبه علفيه كلها من اصل نباتي، والحمد لله كانت كيميائيا وتحليليا كويسه جدا. حبينا نجربها على الفراخ، طلعت ان هي ليها تاثير كويس جدا في الانتاج بتاع الفراخ، ومستوى الاداء الانتاجي للفراخ مرتفع جدا. مش بس كده، احنا عملنا مشروع فعلا لانتاج الدواجن من المغذاه على البروتينات من اصل نباتي، وعندنا الحمد لله مصنع او يعني تقدري تقولي محطه انتاج بتعمل 16,000 فرخه في الدوره، وموجوده في السوق وموجوده يعني للعامه تحت اسم اصيله. دي فراخ متميزه جدا جدا، ودي نتيجه الابحاث بتاعتنا. تمام.
الجودة بقى عنصر يهمني جدا ويهم كل مواطن مصري. ويمكن في البداية دكتور كنا بنتكلم على ان في بعض الاعلاف ممكن تكون مغشوشة. مظبوط. خلينا نتكلم على دور الرقابة وبعد كده نتكلم على دور المواطن نفسه في ان هو يتأكد من جودة الاعلاف دي. مظبوط. ازاي بتراقبوا على الاعلاف وبتحددوا جودتها على اي مقاييس؟ مظبوط. هو حضرتك المركز الاقليمي لأغذية الاعلاف هو الجهة الرسمية الوحيدة في مصر اللي بتختص بالمراقبة على او بالرقابة على الاعلاف المستوردة والمصدرة والمصنعة محليا. في عندنا برنامج رقابي محكم جدا جدا من خلال المواني بتاعتنا. عندنا فروع في معظم المواني اللي بتتعامل مع تصدير واستيراد مواد العلف، طبعا تحت المواصفات الدولية لأخذ العينات، بناخد العينات للشحنات أول ما بتوصل وبنحللها عندنا في المعمل. طبعا زي ما قلت لحضرتك المعامل كلها برضو هتكلم على دور على الاعتماد المعامل اللي عندنا، بس بتيجي بقى العينات في المعامل المعتمده بنشوف متقبل المواصفات العالميه اللي احنا بنطبقها في مصر. احنا في مصر عندنا مواصفات مستمده، يعني مستمده الليمتس او الحدود بتاعتها من المواصفات العالميه، فاحنا بنطبقها على المواصفات العالميه المصريه والعالميه، وبنفرج عن الشحنه او بندي يعني التقرير ان الشحنه دي مطابقه للمواصفات ولا لا، وبالتالي بتدخل الشحنات مصر من خلالنا. ما تقدرش تدخل ولا شحنه الا عن طريقنا بعد اجراء التحاليل المختصه. ده بالنسبه للمصدر. للمستورد، للمصدر بيحصل نفس الحكايه. اي شحنه قبل ما تصدر بنروح ناخد منها عينات سواء من المخازن او من المينا نفسها بتاعت التصدير، وبرده ما بنديش السماح للتصدير الا بعد ان تكون مطابقه للمواصفات بتاعه الخامات دي. تمام. بالنسبه للسوق المحلي برضو مهم جدا ان احنا نعمل رقابه على اللي بتصنع محليا واللي بيتداول محليا، يعني حتى لو حاجه جايه مستورده لازم اعمل رقابه على هل بتتداول في مصر بتداول مظبوط ولا لا. برضو عندنا فرق وبرنامج تفتيشي مهم جدا بالتعاون مع الجهات المختصه، بنقدر ان احنا نروح في المصانع بنراقب المصانع وهي بتشتغل، يعني تشغيله بتشغيله او لوت بلوت، وبرضو بنشوف سواء جوده الخامات اللي بتطلع هل المواد اللي بيستخدموها مطابقه للمواصفات ولا لا. فطبعا الدور الرقابي يعني ده همنا وشغلنا الشاغل بالنسبه لموضوع الرقابه على الاعلاف. تمام. زي ما كنا بنتكلم يا دكتور على موضوع ان المواطن المصري العادي المربي البسيط جدا جدا ازاي يعرف جوده العلف والاماكن اللي يشتري منها الاعلاف. بصي حضرتك احنا برضو لينا دور مهم زي ما قلت لحضرتك في البدايه، دور تدريبي وارشادي وتوعوي زي ما بيقولوا، ان احنا بنعمل كل فتره يعني زي سيمينارز او بنعمل زي ورش عمل بنعرف المربيين بنعرف المواطنين بنعرف الناس اللي بيشتغلوا في المجال بتاعنا ايه هو احدث الطرق للتعرف على او اول مش التعرف ان احنا نتعاملوا مع الخامات او المواد الامنه. احنا عن طريق كذا وعن طريق كذا وعن طريق ان احنا بنستخدم الخامات الفلانيه، لا ان احنا ما بنستخدمش الخامات دي لان الخامات دي فيها ظهر فيها مشاكل، المركبات دي ظهر فيها مشاكل فاترفعت من الاسواق. فبنعمل دورات تدريبيه يعني دوريه لتوعيه الناس العاملين في المجال. تمام. استاذ حضرتك يا فندم ناخد اتصال من استاذ محمد يوسف من البحيره. اهلا بيك استاذ محمد. السلام عليكم. ازيك استاذ اسراء؟ الحمد لله يا فندم بخير، اتفضل. الله يكرمك ويبارك فيك. بالنسبة للعلف المفروض في مصر يكون فيه ثلاث شركات، لكن احنا عندنا شركات كتير في الجمهوريين وكلهم شغالين تحت السلم بيسببوا حطوا سوفتيكا في سموم عالية في العلف بتسبب مرض للطير وبتسبب مرض للبهايم، واحنا بصراحة في منظومة غش لأبعد الحدود في طريقة علاج الفراخ وموضوع العلف في كمة الفساد اللي ما فيش عقل يتخيله. تمام. فاحنا عاوزين دي حاجة بتسبب أمراض للإنسان بتسبب أمراض للحيوان وكله تبعبه فين؟ علينا احنا. فأنا بنرجو يعني احنا بقالنا ثلاث سنين بنتعاركوا قدام خصمين واحنا الضحية واحنا الضحية في النص. احنا الضحية في النص، احنا شعب غلبان، شعب عايز يعيش بقليله. ان كان بالنسبة لحزب اخوان المسلمين مش عايزين يعيشوا،
الا بهبر كبيره، والحزب الوطني القديم منهم لله، ربنا يفضحهم في كل مكان. تمام. في مصر وده وخارج مصر. طب قول لي يا استاذ محمد، حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، هي نقطه الشركات اللي تحت السلم. هنا برضو احنا لينا دور، انا مع حضرتك ان الدوله ليها دور والمراكز البحثيه والمعامل ليها دور، ولكن احنا برضو كمواطنين مصريين غلابه زي ما حضرتك تفضلت وقلت اننا اللي بنتضر بالدرجه الاولى، احنا كمان احنا والتجار لينا دور ان احنا نحارب الشركات دي وما نتعاملش معاها. الشركات دي يا استاذ اسراء، اتفضل يا فندم اتفضل. الشركات دي كتيره قوي، والشرطه عارفاهم والحكومه عارفاهم، وبرغم ان النهارده بتيجي الشرطه مثلا بتمسك الكيماوي المغشوش، هي بتمسكه في المصنع بس، لكن في المحلات اللي بتبيع للفلاحين ما تقدرش تروح له. ايوه طبعا. ما تقدرش تروح له. هي فعلا منظومه متكامله واداره حراميه بالكامل فعلا. يا استاذ اسراء والله انا بشكرك. انت شوفي شكلك حلو ازاي في التلفزيون، انت شكلك ست جميله وشكلك ست محترمه وست شريفه. انا عاوز مصر تبقى شكلك كده بالظبط. أشكرك، شكرا جزيلا أستاذ محمد يوسف من البحيرة، بشكرك شكرا جزيلا نورتنا. معنا اتصال آخر من المهندس محفوظ موسى صاحب مزارع إنتاج حيواني، أهلا بك يا باشمهندس. مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا فندم. إحنا على الهوا دلوقتي؟ أيوه يا فندم، حضرتك على الهوا وإحنا بنتكلم على موضوع الأعلاف. أنا كنت بتابع البرنامج الحقيقة. موضوع الأعلاف في مصر مشكلة كبيرة، وأنا طبعا صاحب مزارع إنتاج حيواني وبوجه بس يعني الدكتورة جيان أظن هي ماسكة معمل الأعلاف يعني. فبنوجه إن الأعلاف عندنا يعني مش فيها مشاكل في سعر الأعلاف، وإذا جت الأعلاف كمان بتيجي أعلاف مخزونة بطريقة مش جيدة، فطبعا بتضر الإنتاج الحيواني. واحنا بنسأل دلوقتي ازاي نقدر نوفر اعلاف رخيصه، بحيث انك انت ان كميه البروتين وكميه النشويات او الطاقه يعني تبقى متوازيه فيها وسعر رخيص. فالمعمل المركزي ممكن يعني عن طريق الكمبيوتر وعن طريق التحليل من المواد الموجوده في الطبيعه المصريه يقدر يعمل لنا توليفة بحيث ان احنا نقدر نعمل انتاج لحم رخيص، توليفة من عناصر غير تقليدية. مش لازم فول الصويا، مش لازم الذرة، يعني يبقى ايه توليفة حاجة غير تقليدية. ده المعمل يقدر يعمل كده. تمام. في عناصر كتيرة موجودة في الطبيعة فيها البروتين وفيها الطاقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس محفوظ موسى صاحب مزارع إنتاج حيواني. معنا اتصال آخر من الحاجة عاطف من الشرقية، أهلا بك يا حاج. أهلا أهلا مدام إسراء، إزيك يا ست؟ اتفضل يا فندم. أهلا أهلا بك. الله، دلوقتي العلف وبالذات أعلاف الدواجن، لأن الدواجن حساسة جدا، في مافيا ابتداء من التصدير من الاستيراد، مافيا في الذرة، مافيا في الفول الصويا، في المركبات. تمام. في العناصر، يعني من ناس بسيطة جدا اللي بيجيبوا الحاجات السليمة. احنا من ايام الكلية في السبعينات اوائل السبعينات كان يعرفنا ان امريكا يعني عملت سلالات للدواجن بحيث تأكل كيلو علف تديني كيلو لحم. ما وصلناش للكلام ده، دي كانت حاجة خطيرة. يعني كيلو علف مهما يوصل ثمنه مش هيجي زي كيلو اللحم ده. احنا بقالنا اكتر من 40 سنة ما عرفناش وصلنا للدكتورة معانا، ويا ريت تقول لي الحاجات دي. انا درستها في الكلية ايام الله يرحمه الدكتور جمال قمر، يعني ما شفناش الكلام ده. انا عمال انا جربت يعني بربي دواجن وبطلت، فشلنا، نكسب مرة ونخسر مرة، بياض تسمين وكذلك الاعلاف بتاعت المواشي. لكن يا ريت الدكتوره تقول لنا على الاعلاف اللي هي طبعا احنا عارفينها انها اسرار، ومن الحاجات اللي هي تديني كيلو لحم. حاضر. كيلو علف يديني كيلو لحم، والكلام ده بقاله اكتر من 40 سنه.
حاضر الحاج عاطف من الشرقيه، انا بشكرك شكرا جزيلا والدكتور هتجاوبك. دكتور خلينا نمسك الموضوع من الاستاذ محمد يوسف من البحيره، كان بيتكلم واثار نقطه مهمه جدا جدا ما نقدرش ان احنا نغفل عنها، هي الشركات اللي تحت السلم. هنا برضو ده يندرج تحت موضوع الرقابه على هذه الشركات. مزبوط. تعليق حضرتك على الموضوع ده ايه؟ هو طبعا ما حدش يقدر ينكر ان في كل مجال ليه الجزء السلبي او الجزء المظلم فيه يعني. واحنا عارفين ومتاكدين ان فعلا في حاجات بره منظومه الرقابه. اللي احنا بنقدر نعمله ايه؟ احنا بنقدر يعني دلوقتي الفتره الاخيره احنا عملنا برامج زي ما قلت لحضرتك توعيه وارشاد، بنروح او الخطه اللي اتوضعت وخلاص في سبيلها للتنفيذ ان احنا هنروح للمحافظات وهندعو جميع الناس اللي موجوده في المحافظات سواء مسجلين سواء تحت السلم سواء وهنقول لهم يا جماعه التسجيل بتاع اللي انتوا بتنتجوا ايه المانع ان كنتوا تنتجوا حاجه مظبوطه صحيحه عاملين الاجراءات المظبوطه البسيطه اللي احنا بنقول جايين لكم لغايه عندكم عشان خاطر تبدا تسجل المنتج بتاعك. ولما تسجل المنتج بتاعك هندعمك باي دعم فني، هندعمك باي نصايح ممكن انك انت تركيبات معينه توضيب للمكان بتاعك بحيث يبقى مطابق. احنا مش ضد حد لان دي حقيقه، في ناس فعلا تحت السلم، الناس اللي تحت السلم دي ممكن يكونوا الناس دي بتنتج انتاج كبير وناس كتيره معتمده عليهم. فايه المانع انك انت بتنتج وعندك كل الادوات للانتاج؟ موضوع انك انت تمشي قانوني مش صعب. موضوع الجوده يا دكتور، هي مش فكره في المكان على قد ما هي الجوده. بالظبط، احنا عاملين برامج دلوقتي لنشر الممارسات الصحيه والسليمه في الانتاج. هتشمل اللي مسجل واللي مش مسجل لغايه لما يسجل، يعني الموضوع احنا فعلا عاملين برنامج ارشادي توعوي في المحافظات المختلفة، هنروح لغاية عندهم نقول لهم يا جماعة احنا موجودين، اللي عايز يسجل اللي عايز اي استشارة احنا موجودين. احنا وقطاع تنمية الثروة الحيوانية متفاهمين جدا في النقطة دي، الناس لازم الكل يخضع لعملية المنظومة عشان خاطر ننهض. عايز اقول الاتجاه بتاعنا دلوقتي ان احنا فعلا يعني عايز اقول ايه ننشر الوعي بحيث ان الناس اللي تحت السلم اللي هي معتبره ان دي حاجه صعبه وهيخضعوا للرقابه دي مشكله، احنا بنقول لك تعمل ايه وهنراقب عليك ازاي عشان تعمل الصح، لان هم اوريدي ناس فعلا بتنتج يعني. بالظبط، ما تلاقيش فيهم حاجات مخالفه كتير الا ان هم ما سجلوش، ان هم ما حاجات بسيطه ممكن يظبطوها ويحصل الدخول في المنظومه. تمام. كان الاستفسار الثاني للبشمهندس محفوظ كان بيتكلم على اسعار الاعلاف وانها في مزبوط. وقت من الاوقات بتبقى مرتفعه جدا جدا، وكان بيسال كمان على توليفه غير تقليديه ممكن تكون مفيده وفي نفس الوقت كمان سعرها منخفض. مظبوط. هو حضرتك هو برضو المهندس محفوظ اثار حاجات مهمه جدا، اولها ان برضو التخزين والمشاكل اللي بتظهر من تداول الاعلاف، وفي نفس الوقت الموضوع بتاع المصادر غير التقليديه. احنا برضو في المركز الاقليمي اغذيه الاعلاف كدور بحثي عملنا ابحاث كتير جدا لاستخدام مخلفات المزرعه زي حطب القطن وقش الرز وحتى اوراق الزيتون والحاجات دي كلها استخدمناها فعلا لعلاجها عشان هضم الالياف اللي فيها واستخدامها في تغذيه الحيوان، ونجحنا فعلا في عمل بعض التجارب اللي اثبتت ان استخدام هذه المخلفات بيساعد جدا في الانتاج الحيواني، وعملنا دورات تدريبيه عديده لتعريف الناس ايه هي المصادر بتاعه الاعلاف غير التقليديه. في برضو بعض المخلفات قبل كده كنا بنستورد ذره بكميات كبيره جدا من امريكا، دلوقتي هم كميات الذره دي قلت شويه عشان خاطر هم بقوا بيستخدموا الذره بتاعتهم في انتاج البايو فيول او اللي هو الغاز الطبيعي او يعني الطاقه الطبيعيه، لكن في تخلفت من هذه الصناعه عندهم بعض الـ عايز اقول ايه متبقيات او المخلفات بتاع التصنيع، اللي برضو احنا بنعمل محاضرات وندوات لنشر توعيه باستخدام هذه المخلفات. وطبعا زي ما هو برضو تفضل وقال ان احنا نعتمد على الحاجات اللي موجوده في البيئه، احنا فعلا بنعمل دورات تدريبيه وبنعمل بروشورز وبنعمل يعني مطويات لنشر وعي استخدام مخلفات الحقل ومخلفات
اضافات المزرعه، وازاي بنضيف عليها الاضافات بحيث ان هي تكون غذاء غير تقليدي او ماده علفيه غير تقليديه للانتاج الحيواني بتستخدم في الانتاج الحيواني. تمام. الحاج عاطف برضو اتكلم في نقطه مهمه جدا عن بعض الاعلاف او التوليفات اللي ممكن كان بيسمع عنها، يعني انها بيدي للحيوان كيلو علف الحيوان يديله كيلو لحمة. أنا هسمع من حضرتك التعقيب على الموضوع ده بعد ما ناخد البشمهندس مفتاح من المنيا. أهلا بك يا باشمهندس. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وأهلا وسهلا بك وبالسادة الدكتورة. اتفضل يا فندم. اللي ما تتكلم كلام علمي يا ريت يعني السادة العاملين في الإنتاج الحيواني في مديريات الزراعة يكون عندهم القابلية وأنا أولهم، بس دي منظومة بين الدكتورة وأمثالها هتدينا المعلومة، وإحنا كمهندسين زراعيين إحنا اللي نوصل المعلومة للمزارع أو للمنتج. معايا سعادتك؟ أيوة يا فندم اتفضل. دي اتنحت الدورات التدريبية دي اتنحت طبيعي من مديريات الزراعة. فين هي؟ دي هي أول الدكتورة ما تتكلم كلام علمي، كلام يدرس بس عاوز يطبق على الواقع. مين يطبق على الواقع؟ يطبق المهندس الزراعي مع المنتج ومع الفلاح، اللي هو أنا أخذ المهندس الزراعي دي أعمله دورات تدريبية هرفع من مستواه، هيجي يقعد مع الفلاح اللي وقعت معاه في الغيط هتوصل له المعلومة. يبقى كده أنا عملت منظومة، كله في حب مصر اللي احنا عاوزين نلعب بيها. طبعا باشمهندس مفتاح انا اتفضل، عندك استفسار اخر؟ الاستفسار الثاني اتفضل. دكاتره الطب البيطري دول على اساتذتنا وعلى راسنا من فوق، يا ريت يحضروا معانا الدورات دي او نناقشهم في، لان احنا اللي حاسين بالمشاكل دي مع الفلاح، احنا همزه الوقت بين الفلاح وبين الساده البحوث، هيئه البحوث الدكاتره. تمام. فيا ريت مين همزه الوصل دي لازم اهتم بيها، اللي هو الوصفاني اللي هو المهندس الزراعي، يا ريت يتعمل له. انما يعني انا عاوز ايه؟ طب الدكتوره اما تتكلم وكلام علمي صرف، كلام يدرس، كلام بس فين؟ عبال ما اجي انا اشكر القناه. واحد ما اتفرج على القناه و100 مالي في مصالحه، واخد بال حضرتك؟ انما هو لما يقعد معاه في الغيط، هو اللي المهندس الزراعي هو اللي قاعد معاه في الغيط مع الفلاح، انا اخده من ايده اعمل له الدورات التدريبيه دي، اوفر له وسيله المواصلات عشان البيئه اللي فيها عشان انهض بيه. يعني نحاول نسهل لهم الموضوع بشكل كبير. انا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس مفتاح، وبشكرك انك اثرت النقطه دي، لان النقطه دي في البدايه كنا بنتكلم عنها ان هي من اهم النقاط الاساسيه عشان نرفع مستوى سواء كان الاعلاف او غيرها، يعني حتى مش بس مستوى الاعلاف. حضرتك اتكلمت على حلقه الوسط دكتور، بس نجاوب على الحاج عاطف من الشرقيه كان بيتكلم على توليفه الاعلاف اللي كان بيسمع عنها، وللاسف هي مش موجوده على ارض الواقع، انه بيدي كيلو علف والمقابل ان هو بياخد كيلو لحم من الحيوان. هو حضرتك دلوقتي يعني انا طبعا عايزه اقول له، انا كنت قلت لحضرتك قبل كده ان احنا في الابحاث بتاعتنا اللي احنا طبقناها عملنا المعامل التحويل اللي هو بيتكلم عليه، اللي هو قد ايه بدي علف على قد ايه بيديني لحم. معامل التحويل هو بيقول ان معامل التحويل واحد عنده اللي هو بتدي كيلو علف بيديكي كيلو لحم. احنا الحمد لله بالتوليفه اللي احنا قلنا حضرتك عليها واللي احنا عملنا عليها سيمينارات كتيره واللي احنا طبقناها فعلا في مصنع علف، مصنع انتاج دواجن، التوليفه بتاعتنا بتدي معامل تحويل لغايه 1.6 1.7، يعني بدي كيلو علف بيديني 1.6 كيلو لحم او 1.7 كيلو لحم. فالتوليفه دي احنا ما بندخلش بيها على حد، واللي بيسالنا اي معونه فنيه في اي مزرعه، وده احنا متعودين على كده، اي مزرعه اي حد بيقوم بالتربيه بيسالنا، بندي استشارات فنيه ايه هو التركيبات، ايه هي تركيبات الاعلاف المثاليه، ايه هي الاضافات اللي ممكن تتضاف، إيه اتعامل مع ايه ما اتعاملش مع ايه. ففعلا الحاجه اللي بتقام على اساس علمي هي دي اللي بتنجح وهي دي بتدي نتائج
كويسه جدا يعني. طب دكتور الاهم بتاعت كلامك الحصول على التركيبات دي او ان هم ازاي يولفوها، هو ده الاهم؟ قصدي حضرتك الخامات؟ الخامات، الخامات، ما هي اصل الخامات متوفره في طبعا منها الغالي واحنا ما نقدرش ننكر كده لنقص بعض الخامات، عشان كده احنا بنحاول ان احنا نلاقي البديل بالابحاث بتاعتنا، بنلاقي البديل اللي موجود في البيئه المصريه عشان خاطر نعوض الحاجات اللي بتستورد من الخارج باسعار غاليه طبعا يعني. الباشمهندس مفتاح كان بيتكلم على حلقه الوصل، هو المهندس الزراعي وكمان الطب البيطري، ازاي ان احنا ندي دورات تدريبيه، والحقيقه احنا محتاجين ده عشان الناس دي يكونوا على قدر عالي من الثقافه. مظبوط مظبوط. والدرايه بالابحاث العلميه الحديثه عشان يقدروا يوصلوها طبعًا للمزارع. طبعا انا الحقيقه معاه في كل كلمه هو قالها الحقيقه، وبوعد حضرته ان احنا فعلا عاملين يعني برنامج ارشادي زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ان احنا نروح المحافظات في اماكنها ونقوم بعمل سلسله من الدورات التدريبيه الدوريه اللي مش مثلا مره وخلاص، لا يعني في خطه دايما، ان احنا مش عارف نوصل اللي احنا بنقوله واللي احنا عايزينه واللي عايزينه يتطبق الا بمساعده فعلا المنظومه اللي هو اتكلم فيها وقال عليها. المهندسين الزراعيين اللي موجودين في مديريه الزراعه هم الازرع بتاعتنا اللي موجوده في كل المحافظات لتنفيذ الخطه اللي احنا فعلا عايزين نعملها. تمام. دور الطب البيطري، انا بالمناسبه اساسا طبيبه بيطريه فعارفه كويس قوي يعني برضو اهميه التكامل بين الطب البيطري والزراعه للنهوض بمستوى الانتاج الحيواني، وده مش مجرد شعارات انا بقولها، لا ده فعلا موضوع محتاج فعلا ان احنا نتبناه. تمام. دكتور سريعا كده، دور المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف دور كبير جدا، الناس مستنيه منكم كتير سواء كان في الارشاد المهندس الزراعي او المزارع او الطب البيطري، انتوا بقى محتاجين ايه عشان تقدروا تقوموا بدوركم، ناقصكم ايه؟ والله هو يعني الحمد لله يعني احنا المقومات كلها للوصول الى الاهداف اللي احنا عايزينها الحمد لله متوفره، الخطط اللي احنا حطيناها عشان خاطر ومساعده يعني، ولا انا قدوه مش عايزه ابالغ يعني، انا قدوه بالدور اللي بيعمله الدكتور معالي الوزير الدكتور ايمن ابو حديد والاستاذ الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز بحوث زراعيه. الحقيقه هما مدينا عايز اقول اولا القدوه بالعمل الجاد اللي بيخلينا احنا لابد ان احنا نسير بنفس الريتم اللي هما ماشيين بيه. تاني حاجه هما مؤمنين بدور المركز الاقليمي اغذيه الاعلاف، وبالتالي هما مطلقين ايدينا فعلا ومدينا بناء على الثقه اللي هما شايفينها من خلال التاريخ الحمد لله بتاعنا، مطلقين ايدينا في وضع الاستراتيجيات لتنفيذ الخطط الرقابيه والخطط الارشاديه. فالحمد لله احنا على اعتاب ان شاء الله باذن الله برنامج كبير جدا ان شاء الله هيحسوا الاخوه كلهم في اللي بيعملوا في المجال، ان احنا ان شاء الله هنتعاون مع كل افراد المنظومه سواء منتجين سواء مراقبين سواء في المديريات للوصول باذن الله للمستوى اللي نحبه كلنا، ونبقى في منظومه الاكبر بقى اللي بتخدم البلد باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جيهان المغازي مدير المركز القومي للاغذيه والاعلاف، نورتيني بجد. شكرا. ونتمنى ان شاء الله انكم تقدروا تقوموا بدوركم على الوجه الامثل، لاننا زي ما قلنا في البدايه احنا منظومه، فكلنا محتاجين اننا نبقى ايد واحده عشان نقدر نوصل لافضل النتائج.